بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. أول حلقة من حلقات الموسم الثاني إن شاء الله، وبإذن الله موسم يكون مفيد لحضراتكم. هنكمل بقى رحلتنا مع الدجال، وبعد لقائه بإبليس، وهنروح بقى نزور مثلث برمودا ونتعرف عليه بالتفصيل ونفهم بقى إيه أسراره. اسمحوا لي بس في الاول ارحب بالدكتور محمد واقول له موسم طيب ان شاء الله يا دكتور. اهلا وسهلا. نرجو الله كده ان الموسم ده يكون اكثر غزاره في المعلومات. والله لم اقصر، يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، ابواب مدن العلم. لم اقصر يعني، انما في احيان يعني ظروف بتجعلك مش بتحجب المعلومه، انما بتؤجلها قليلا لوقت تكون أكثر يعني مناسبة. يعني أكثر موائمة، أكثر موائمة حسب المصطلح الاستراتيجي يعني. وأيضا برضو حرصا على إن الواحد فعلا في معاناة مع هذه الأمة، يعني مش هنكذب، يعني أرهقوني من أمري عسرا. طب دكتور، هنكمل بقى رحلة الدجال أو قصته من بعد لقاء إبليس، بس خلينا نسأل سؤال: ليه إبليس اختار له مثلث برمودا كمقر له؟ يعني اشمعنى رشح له مثلث برمودا يعني؟ لأن المنطقة منطقة التقاء تيارات مياه باردة وساخنة، وحكا منطقة برزخ. دائما المنطقة اللي زي دي، يعني هقول لسيادتك حاجة، في منطقة في الإسماعيلية أقرب إلى هذا. حتى دايما لو تروح بيسموها حلقة السمك أو سوق السمك، هتلاقي يقول لك سمك البرزخ، هتلاقي الطعم بتاعه مختلف عن أي سمك تاني. فكذلك بتتولد من التقاء الطيارين دول طاقة كهرومغناطيسية غير عادية، يعني ما أسهل إن أنت تبدأ تستثمرها وتستغلها، سواء في تحصين نفسك، في تصنيع. فطبعا إبليس له خبرة بالمعادن وبالخفايا دي يعني، فوفر له الوقت. يعني وفر له الوقت. طب ايه الدعم اللي هو اداهوله عشان يبني القلعه؟ هو اول حاجه القلعه هي اتبنت في جزيره، لان منطقه برمودا دي مجموعه جزر فوق ال 300 400 جزيره. تمام. الناس بس مشيت ورا فينسنت جاديس، وانا نفسي مشيت طبعا في الاول، لان انت زي ما بقول لسيادتك، الانسان صاحب البحث بيطور نفسه. الانسان الدخيل على البحث بتلاقيه يسقط، يا اما يتوه يا اما يبدا يشوش عليك حضرتك وتبدا الفكره تضل. انما لما انت بتكون ثابت على امر بتطوره بحسب ما بياتيك من معلومات، وبحسب ما بتحلل او بتبحث او بتسافر او ما يشاء الله سبحانه وتعالى من مدد ليك. زي لما حضرتك مثلا بتقول لي ان مثلا في كتاب احضاره قلنا كذا، بعد كده رجعنا في خطه خفيه عدلنا. انا نفسي ذكرت ان في كتاب احضاره واجهت مشكله الامه كلها بتواجهها، اللي هي حادثه تميم الداري. فبقيت اسال نفسي، طب يعني ازاي عايش من 1500 سنه؟ ما كانش لسه فتح لي ان هو سامري. القضيه دي سالت فيها زي ما بيقولوا طوب الارض من علماء، وعلماء عباقره يعني. هو في النهايه ما تستعجبش من طول العمر، قلت لهم انا ما بستعجبش من طول العمر، انا مؤمن بقدره الله. لكن طب يعني عايش 1500 سنه بيعمل ايه؟ يعني هل قاعد كده؟ هل قاعد مربوط زي اخواننا اللي لا يمكن يعني بالمنطق وبالعقل يعني، والا خليناه شيطان متسلسل وكده ملوش لازمه يعني. وفي راي على فكره قال لك ده هو اصلا شيطان مسلسل في جزائر البحر. ياه. فلما شاء ربنا سبحانه وتعالى بعد طبعا اشياء كثيره جدا، سواء رحلات وصلتني لخيوط زي موضوع الطبق الطائر، زي موضوع خد حضرتك الرابط بينهم، زي ايه التكنيك اللي بيستخدمه، زي قاعدة تأيين الهواء استثمرها ازاي، بدأت ان انا امسك في السامري. وزي انا عايز بس دلوقتي نخش، ما انا هاجي بس بديلك مثال لازم عشان السادة يبقوا عارفين ان انا لما خرجت للبحث العلمي مشيت بتراتبية معينة. المسألة مش كده حضرتك، يعني في منهج علمي اتبعته، سواء في تحليل الاشياء أو في تعقب كل معلومة وتحليلها بدقة، سواء حديث سواء آية سواء معلومة، وهندلل على كده بعدين. فهو وجد أفضل جزيرة موجودة هي الجزيرة اللي هي موجودة دي. أخد حضرتك دي جزيرة نائية، فبدأ إن هو يستعمرها. طب ما هو محتاج رجالة،
هو زي ما قلت لحضرتك كان بدأ يعمل شبكة رجال، بدأ يجيب ناس معاه، بدأ يستخدم، هو أول قرصان في التاريخ، ودي انفراد من انفراداتنا عشان تثبتها، عشان في كتاب هيطلع بهذا المعنى بإذن الله تعالى. وحتى علامة العين العوراء اللي بيحط لها العلامة بتاعت مشي ديان اللي هو الغطاء ده، فبدأ ان هو يلجأ للخطف، وبدأ يتتبع عن طريق رجاله مين اللي معاه معلومة. عشان كده بقول لسيادتك هو بيهتم بكل العلوم مش مجرد بالاسماء بس. لو عرف بالنسبه للناحيه الدينيه هل ممكن يخطف شيخ؟ ما يخطف شيخ، نخلي بقى شيوخ يخافوا على نفسهم يعني. يخطف قسيس؟ يخطف قسيس. يخطف حبر يهودي؟ يخطف حبر يهودي. بس بدا ينشئ من خلال ما اخذه من خبرات. هو مفتون بالهرم، مفتون بمصر، وعنده عقده من مصر لان هو طرد مرتين. المره الاولى حجب عن العلوم، يعني انت مستواك من بني اسرائيل تاخد العلوم في الحدود دي، زياده عن كده لا، دي اثرت في نفسيته جدا. المره الثانيه اللي خرج بقى مع سيدنا موسى مضطر ان هو يخرج عشان هو حس ان الكهنه استقلوا بيه، استقلوا بيه، وواضح انه يعني اصبح في قلبه شيء. ثانيا بالنسبه له الهرم رمز من الرموز المجيده يعني المذهله. طبعا حاول ان يعرف اسرار ما عرفش، بل لا أغالي إن قلت إن كثير أيضا من كهنة مصر القديمة وعلمائها ما يعرفوش أسرار الهرم إيه. بدليل عندنا مثلا برديات رأي أساتذتنا الدكتور جاب الله، الدكتور عبد الحليم، الدكتور علاء شاهين، الدكتور أحمد عيسى، الدكتور علا العجزي، كله بيتكلم على حاجة كان المصر القديم في العهود بتاع عهد سيدنا موسى بيفخر إن هو ابن بناة الأهرام. فحكي يعني إذا برام بنى وانشأ معابد قد لا تقل عن الاهرام، هو حكى اسرارها يعني، لكن حاسس ان الهرم ده بالنسبه له لغز. صح، حك لغز لغز لغز. هو عارف طريقه البناء يعني بنسبه 200%، لا عارف طريقه البناء، وانا شخصيا اعرفها. ده الدجال ما فيش كلام خبر حضرتك، بس ما يقدرش يتكلم. ما يقدرش يتكلم ليه؟ لان هو عايز يدي وهم ما يسحب بيه البساط من تحت المصر القديم بانه مش هو اللي عامل الهرم. فضائيين، رماديين، قرود، اي حد، زي الراجل المجنون ده الامريكي اسمه ايلون ماسك ده لما كتب التويتة عن ان بناة الاهرام فضائيين. طبعا بحيي فنان محمد هنيدي ان يعني ايه راح رادد عليه بتويتا ان النوع الحشيش ده والمخدر جميل يعني او زايد شويه. فكانت اجابه عبقريه، وهو طبعا فنان عبقري يعني، وبحييه طبعا الفيلم اللي مره عمله في الرد على اساءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو ان ما جابهاش مباشره ولكن يعني كان واضح ان يعني في النهايه انتم اعداء، وبان ايه سر الكراهيه والحقد على نبي الاسلام يعني. وطبعا ما بنعممش، بالعكس انا الغرب يعني واحتكاكي بيه اغلبهم مجهلين. ده هو الاستاذ محمد الحقيقه دايما له رساله وطنيه في افلامه. والله بحييه وله كل التحيه والتقدير، واحنا بنحبه طبعا يعني. فطبعا عجبني الرد، واعتقد ان الاخر قراها وترجمت لي، فبعدها اعتذر ان انا كنت بهزر. ده في فكر ماشي بده حضرتك يعني في قديم على راي الدكتور جاب الله في ملايين الكتب مش الاف الكتب، وترمى في صفحه القمامه يعني، ده كان تعليقه حضرتك. فبدا ان هو عايز ياسس مبنى شبهه، بدا يشتغل بقى. طب هي القلعه هرميه ولا اسطوانيه؟ هي يعني الاثنين موجودين، بس هو لا نشرحها يعني الاثنين موجودين يعني هو حضرتك مجموعه قلاع متداخله. انت بدات مبنى زي اقول حضرتك ايه، زي معبد الاقصر. هو مش معبد تمام، هو مجموعه قصور على فكره، حتى العرب قديما سموها الاقصر. جمع قصور. هو بتدرس حتى في الكليات العظمى، حتى في كليه الاثار هو معبد. وكان يجي كل ملك يضيف بقى بيلون كده، يضيف صرح جنبه كان مثلا يعني ايه مستعمره بيسجل نفسه يعني. لغايه لما جاء ابو الحجاج راح دفن جنبهم هناك، حاولوا يشيلوه ما يعرفوش. عشان في ناس بتنكر الكرامات يعني، يسالوا بقى علماء الاثار كان بيبقى ايه الرد لما حاولوا يشيلوه. هو حابب القعده مع الناس دي، وربنا سبحانه وتعالى في البرزخ الله اعلم باسرار الله مع بعض. فبدا ان هو يطور القلعه دي، بدا يخطف علماء، بدا القرصنه
بدأ ياخد رجال، بدأ ياخد نساء، ثم أسس شيء مهم جدا نتكلم فيه، سيستم لحكم الشعب الصغير اللي هو عمله. طبعا شعبه دلوقتي كبير، كبير نقدر نقيمه بقد ايه؟ فوق 500,000 انسان. طب حضرتك ذكرت ان الحياة هناك بوهيمية. ما هو ده اللي عايزين نتكلم. الحياة بوهيمية دي رجال ونساء ولا في كله؟ مفيش، بس مفيش اسر. ما هو ده اللي عايزين نتكلم فيه، ان هو لما بدأ خلاص انشاءات، وعامل اكبر قلعة عليه على شكل الهرم، وعامل طبعا ازاز، وعامل وعامل وعامل، يعني هنتكلم في كل شيء حضرتك هتسألني عنه وهفصل لك المسموح، يعني ان في جزء انا مخليه عن شيء مهم جدا اللي هو عن لقاء في العصر الحديث، فده ان شاء الله هنعلنه للأمة. طب القلعة دي هل فيها جزء تحت المية؟ فيها جزء تحت المية بس مع المبنى. انا نفسي كنت فاكر ان هو بقى عامل له عمق وكلام من ده، ثبت لا 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 لا، زيه زي اي بني ادم، استغل الطاقة الشيطانية ان هو بيعينوه كلام من ده، يعني بيحاول يقلد سيدنا سليمان. وانا قلت لحضرتك هو عنده حتة الحقد والحسد على مجموعة انبياء الله، فهو بيحاول يعني عامل جزء باللوري، عامل جزء باللوري، بس ده شرحه خليه لما نطلع الكتاب بتاعه بإذن الله، لان يعني في مفاجآت هنقدمها. لكن مفيش اي حاجة متصلة بالقلعة دي بالقاعة؟ لا، يعني كل ما يروج بقى من هرم تحت المية مش عارف كده، حتى موضوع اطلانتس. انا نفسي في التحديث اكتشفت ان الموضوع غير كده خالص، لان مفيش اطلانتس في الحقيقة. هو بالنسبة للأزمنة القديمة مسألة إن شيء يبقى فوق ويبقى تحت، يعود تحت في المياه، أو شيء في المياه ويبرز فوق مع زلزال، ده واقعية. يعني عندنا جبال في السعودية، كان بيحضر الصالون بتاعي عالم سعودي اسمه الشيخ محمد بن نفيسة، راجل كان عبقري بصراحة، وأحيانا كان يجي بعض الأساتذة، يعني حضر مرة الدكتور مصطفى عطالة، حضر أكثر من جلسة، وكان الراجل بسيبه يتكلم في الندوة. فبيحكي انه مره ايام قبل ما يعملوا الطريق الجديد بتاع الطايف، فكان بيطلعوا طريق دائري جبلي خطير جدا، شديد الخطوره في الانحناءات وفي تصاعدها. فبيقول كان هو واحد الامراء عطلت السياره بيهم ومعاه مجموعه، فاضطروا يعسكروا، وطبعا ما كانش فيه الموبايلات، فلازم بقى حد ايه هينتظروا، حد ماشي، وده احنا معانا الامير فلان، ومعلش يرجعوا المشوار ده تاني. فبقول لما اضطرينا نعسكر بدأنا نستكشف المكان، بقول فوجئنا بشيء غريب جدا، لقينا أصداف بتاعت بحر في قمة جبل مرتفع. انت بتكلمني مثلا على ارتفاع 3000 متر، يعني وصلنا 3 كيلو ارتفاعا او اكثر. طبعا جبال الهدى والطائف دي حاجة مهولة. فالمذهب بيقول يعني اثاريات ومحاريات كلها تؤكد ان دي كانت بحر. فالامير نفسه قال ده قطعا، هنا دي كانت في القاع بزلزال برز منطقه الجبل، والمنطقه اللي كانت في الجوار ممكن تكون هبطت، خبر حضرتك، وبقت في الاسفل. فده وارد، لان اطلانتس اللي اتكلم عليها الوحيد هو افلاطون، واتكلم مع واحد بيسموه الزعيم سولون. فانا ثبت لي ان الحديث حديث رمزي، هو بيتكلم عن المدينه الفاضله، ولكن افاض أسرف إن هي كانت زي قارة أو شبه قارة، أكبر من آسيا وأفريقيا مع بعض، ولو كملوا ده كان ممكن يغزو الفراعنة، وكانوا أكثر تقدما، وإن هم كانوا فضلاء وأقوياء. فهو بيتكلم عن رمزيات أمل، إنه وهو اللي كتب المدينة الفاضلة بعد كده، له أحد كتبه. كان لي أحد الأعمام حضرتك في يوم من الايام كان يجمعنا واحنا صغيرين، فقال انا عايز اكلمكم النهارده عن مدينه الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اوعى من افلاطون بحضرتك. فقعد يذكر لنا شيء غريب جدا، ان مدينه عظيمه جدا، هي اقوى مدينه في الكون، وفيها كل ما تحب وتشتهيه من جماليات، بس شرطها وعملتها الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت عايز بيت تدخل، عايز تاخد شقه، تقول لصاحب العمارة دي أنا عايز شقة شقتين، أنا عايز العمارة كلها، طب أنا عايز أشتريها، أنا عايز بس هتأجر شهر هتأجر سنة، هيقول لك طب تقعد تصلي على سيدنا النبي محمد وقال بيته 1000 مرة وحك، ولازم يسمعك تمام. فلما بيسمعك بيقول لك اتفضل أهي. طيب هو نفسه عايز ياكل، فبيروح للي عنده مثلا فراخ، والله أنا عايز فراخ عشان عندي الأولاد كذا، فيقول له خلاص تتصلي على سيدنا النبي وقال بيته 100 مرة فحضرتك. فعيشنا في جو المدينة الفاضلة دي، اللي هي أصلا ما فيش عملة فيها،
ولا أي شيء فيه غير الصلاة على سيدنا النبي وآل بيته، ولذلك لم يوجد فيها لا سرقة ولا احتيال ولا نصب ولا غش ولا كذب ولا تدليس ولا حرام ولا خمر ولا. فهو أفلاطون كان بينحو هذا المنحى يعني، ماخد حضرتك. فكل اللي اتقال أعتقد إن هو بث من أفكاره، لأن بعدين هبقى اجيب لك دليل، بس ما نيجي على سيدنا المهدي عشان حادثه مع ناس ادعوا ان هم المهدي حضرتك، فهقول لك ازاي كان بينظر الموضوع اطلانتس برضه شغل فيه يعني الشيطان حاضر فيه شويه. فهو اجتهد واشتغل كقرصان وبدا فعلا ينشئ مدينه بالنسبه له هي المدينه الفاضله بقى حضرتك. بس ايه قواها؟ بدأ ينمي الطاقة الكهرومغناطيسية. وأنا قلت لسيادتك هو عالم في الفيزياء، وكتبت هذا حتى في إحضاره في بدايات إن أنا أصرح بالشخصية دي، وطالبت العالم الإسلامي أن يعنى بعلوم الفيزياء، لأن ربنا سبحانه وتعالى بث في هذا العلم أسرار فوق الخيال، وهو علم يعني أعتقد إلى يوم الدين مش هينفذ ما معطيات الله سبحانه وتعالى فيه من أسرار. في يوم من الأيام رسالة كده اتبعتت لجميع مؤسسات فرنسا العلمية، واحد رمز بنفسه MNY، فبتكلم انه لازم تعرفوا ان في رسالة جات لي ان في شعب في كوكب اسمه بروكسيما. حضرتك يعني اي اسم مش مشكلة، اسمه بروكسيما الشعب ده. طب الشعب ده ايه؟ شوف الخطأ بحضرتك، ومام ده اتدرس بعد كده وبقى كتب، يعني كتب اتعملت على الحادثة دي، ومنها أنيس منصور وقع فيها ورديت انا عليه يعني. فالشعب ده اسمه شعب بافي، شعب بافي. انا هفوت الحتة دي بقى، انا هرجع لها. طيب الشعب ده عايش في كوكب زي حرارة الأرض ونفس الجو أكسجين يعني، وهو فيه يعني مخلوقات أخرى بس شبه البشر، بس في نفس الأجواء دي. والكوكب ده قد الكرة الأرضية دي مرة ونص، بس ميزته بقى حاجة إنه شعب عايش بحرية، مفيش حاجة اسمها أب وأم. الحياة هناك يعني السكس مفتوح تماما، العلاقات الجنسية مفتوحة تماما، الحياة جميلة هادية ما فيهاش مشاكل، كل واحد بتعجبه واحدة أو واحد بيعجبه واحدة مش مشكلة، الحمل ممكن واحد 100 واحد مع واحدة مش مشكلة. وأهم حاجة اللي هو التركيز على الأطفال. الحقيقة دي همتني لأن كان معايا معلومة يقينية إن هو مركز على الأطفال في تربيتهم حضرتك. فهنا بيفصح إن هو بيركزوا على الأطفال، بياخدوا الطفل أول ما يتولد، خلي بالك كده يعني العبارة في الرسالة يأخذونه. طب مين هم اللي بياخدوه؟ لا محدش عارف. يربونه اللي بيديروا بقى. فكرنا بمسرحية اللي هو مش عارف اللي هو الأسبوع وعدلوه، مين اللي عدلوه؟ قالك بتوع الأسبوع، وخبال حضرتك ده بتوع السنين ده، وهكذا. طيب فبيعملوا ايه؟ ان الاطفال دول ينشأوا لغاية 10 سنوات مهم جدا ما يعرفوش اب ولا ام، ويعيشوا حياة مشتركة، فبيطلع خلاص بقى حياة. الحقيقة ان الامر ده واقع، وهو ده اللي على فكرة بيروج ليه حاليا يعني، يعني حاليا في وسط المجتمعات الاوروبية والامريكية، ومركز ان ياريت ينقل ده بقى اللي هو الحرية المطلقة يعني. فكان معبر عن نفسه في هذه الرسالة، حقيقة اللي بيحدث عنده هو ده. لان انا هفاجئ الناس مفاجأة باذن الله في التوقيت المناسب بحقيقة ما يحدث عنده الآن، يعني الشعب ده عايش ازاي. لكن في نوابغ، في نوابغ، في علماء. طب ما انا اديت كده، انا اديت ما زيادة، بس يعني ايه صدقني يعني بقت اشكالية عندي يعني، يعني يسامحوني انا مش هخبي معلومة، هطلع لهم اللي هم عايزينه وزيادة كمان بإذن الله. بس انا لو اتكلمت النهاردة تاني يوم هتلاقي 10 كتب من 10 أفقين، وبعدين يشوهوا الفكر، وبعد كده يقول لك ده احنا تعبنا، تصدق ده احنا رحنا وقمنا بمغامرات، او فلان في الغرب قال حضرتك وهو ما بيعرفش ينطق كلمه انجلش. فيعني يعني اعفيني من المساله دي الى ان اطبع، يعني الى ان اطبع. وانا كده قلت يعني كده انا قلت كيف يفكر،
ولما كتبت كتاب ما قبل الدمار اتكلمت عن خطة إفساد النساء والشباب والذكور والإناث بألف أسلوب هو بيعمله بحركه، وعن طريق النماذج حتى اللي هو بيقدمها بقى للماسونية. هنا بقى خطورة الماسونية، واحد فنان ملوش لازمة، وحركه هو مش فنان، تيجي تدور هو فنان لا هتلاقيه مش فنان، هتلاقيه هو مبدع هتلاقيه مش هو. لا وهو بقى نمرة واحد، نمرة واحد في ايه يعني 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 اسمح لي في ايه بالظبط؟ ايه الابداع؟ لا ايه الابداع؟ يعني ماذا قدمت لهذه الامه اللي هي يعني عماله تزداد تخلف بامثالك حضرتك؟ هو دي الخطوره، اللعب في عقول العيال الصغيره، ان دي النماذج ودي الاسوه، وما فيش بقى سيدنا النبي وما فيش القيم ولا في الاخلاق، هي اهم حاجه انت توصل بس تغني ترقص تتنطط تبقى عامل زي العفريت ولابس لبس شيطاني وكده انت القدوه. والقبر مستنيك، طبعا انت هتموت وهتلقى الله سبحانه وتعالى. فناخد العبره من الاشياء، مش مجرد ان احنا بنتكلم. فباذن الله تعالى هاقدم للامه تفاصيل اللقاء الذي تم في العصر الحديث، وبعدين عشان ما يقعدوش يقولوا انت ومش انت، لا مش انا، ماشي، حد مهم جدا وشاءت المقادير هذه الحادثه، زي تميم الداري. هو يعني يحصل لتميم الداري رضينا عنه ما يحصلش لحد تاني؟ لا يحدث ما دام الراجل بيتحرك. طيب فهو ابدع منشآت معماريه وابدع تخطيط كمان في الدوله بتاعته، دوله قائمه. هو مش في دول حضرتك موجوده على الخريطه ولها جواز وما لهاش واقع كمان في الجغرافيا، دي بقى لها واقع في الجغرافيا. يعني دولة فرسان مالطا مثلا، طب قول لي يعني فين هي فرسان مالطا دي؟ بس لها جواز سفر تمام، ومحترم ومحترم ومعتبر، ولها سفارات في كل مكان، حتى هنا يعني علامة استفهام كبيرة يعني. لكن خلاص السيستم ماشي كده، نمشي. كل العالم ده موجودة في كل العالم، يعني هي منقية طبعا الناس، انما يعني اجمالا موجودة في كل قارة يعني، مش سايبة حاجة. فكذلك نفس الأمر، هو له دولة ولهم جوازات سفر مش مالهمش وكل حاجه، بس بعلامه سريه يعني تفتح الدنيا ليهم يعني. انت منين مش منين؟ لا حضرتك ده السؤال ده ممنوع يعني. فالمنطقه علشان اتفضل، الشعب ده بيخرج بره المنطقه دي بيتحركوا يعني، مثلا ممكن نلاقي مثلا واحد جايلنا من هناك بيعمل سياحه في مصر. طبعا الله الا مصر، ده مصر هي العقده يعني. خلي بالحك من حاجة، هتلاحظ هو من مواليد فلسطين، عشان كده عمالة يخرب في فلسطين وعمالة يدمر الدنيا حواليها وعمالة يأزمها مع الأمة العربية ويأزم الأمة العربية معاها، ومشاكله كانت حتى مع أنبياء المنطقة المكرمة دي. جاء مصر عايز يعرف ويعمل كل حاجة عشان فتنة نفسه، هو مجنون بنفسه، هو مخلوق مجنون بنفسه. شاء الله فتنته دي، هو حر سبحانه وتعالى يفتن العباد لان ده امتحان، هو ربنا مش عايز يفتنك، انما بيقول لك لسه تعرض لامتحان، انت عايز تدخل الجنه يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، ده قانون، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طبعا مش اللي يعلمان هنا ان هو يعرف، يعلمان يجعل لهم علامه، ادي ايات الصادق وادي ايات الكاذب، تشوفوها انتم كعباد، عشان هتلاقي في كتاب اللي انا ارسلته لك هدى القران العظيم وسيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم حدثوك عن هذه الفتن وحذروك، فما تركبش مركبها، اركب مركب ال البيت هم سفينه النجاه. خلي حضرتك، وقالها صريحة عشان برضو الإخوة اللي بيسألوا، فقال مثلي ومثل أهل بيتي ومثلكم كمثل السفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها، في رواية هلك وفي رواية غرق. أدي بس بنوثق، ما قالش اركب مركب حد تاني، قصة واضحة. فعلى كل الاحوال حضرتك استطاع بقى ان هو عايز يحمي المكان ده، مش عايز حد يعرفه، في طيران في ابحار، عايز حمايه. فبدا يولد يعني من البرزخ ده مجالات كهرومغناطيسيه وماكينات شفط جباره زائد حراسه كهرومغناطيسيه، اجهزه توليد ضباب ليل نهار 24 ساعه شغاله زي اي حاجه بتعمل روتيشن، في مكنه تريح مكنه تشتغل كلام من ده. ولذلك المنطقه دي ضبابيه والضباب فيها صاعق رهيب. من هنا بدات نشات ازمه هو ازاي يولد الضباب ده؟ من الميه.
انا عن طريق الميه اقدر اعمل رذاذ واعمل ضباب. انا بس عشان الاسئله دي ممكن تجيلنا يعني. فيزيائيا ده وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء انت ممكن تعمل منه عجب العجب، عجب العجب في حضرتك. فهو لا نجح في اشياء. فاصبحت القاعده اللي كتبت عنها وبرضه من انفرادات العبد لله سبحانه وتعالى، سبحان الله اللي من علي بها، ان القاعده عنده من دخل قبل حضرتك لا يعود، من راى لا يعود الا باذن الله. ده بيكون هنا بيتعامل بحاجتين، اللي بيدخل بيفتن لان هو عمل نظام بافي، ونظام بافي ده يحبه ناس كتيره جدا قبل حضرتك. يعني بالتالي لو وديت تلتين الامه العربيه سيبنا من الغرب لان هو عايشها كده، اعتقد ان هيفضلوا يقعدوا عنده. عشان كده طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حاجه خطيره، قال لك ان عندما يخرج الدجال يؤمن به ناس ولو في قبورهم. خطير. قبل حضرتك ان هو تركبته طبعته هو عايز الامر المفتوح هذا. هيس. كان ناس تقول لك والله انا نفسي اروح عشان اهيس، اقول له هيسوق في جهنم ان شاء الله. فعلى كل حال استطاع ان هو يعمل مجال كهرومغناطيسي يحمي الجزيره. ازاي بقى عمل المجال ده؟ ماكينات. انت بتعمل، هو انت سيادتك دلوقتي مش ممكن تعمل صاعق؟ طيب ما انا بعمل مجال صاعق. ما حدش يقدر يخترقه غير باذني، عليه بوابات. يعني اللي هيدخل من البوابه الفلانيه، جزيره والجزيره مش كبيره. فينسنت جادس خد المعلومه اللي جات له، اللي هو اول واحد في الدنيا كتب كلمه مثلث برمودا، بس خدها بالشكل الوهمي، والتاني اعتقد اللي ملقن المعلومه دي. على اساس ان من ساحل فلوريدا يبقى ده الراس، وبعدين ترتكز عند بورتوريكو وايه؟ برمودا اللي هي الجزيره السياحيه العاديه. مجموعه الجزر المتناثره دي اللي هي منها بقى جزيرته اللي اتسمت برمودا اللي هي الخطيره، مش بعيده عن برمودا وبورتوريكو، لكن بعيده عن فلوريدا. المساحه اللي هي الخطيره جدا هي 770 كيلومتر، لكن الخطر في حوالي مثلا 200 كيلو متر مربع. هو ده النقطه الاساسيه، النقطه اللي هي الاساسيه المركزيه. حضرتك هو ما ابدعش شيء، يعني استغل ارض الله سبحانه وتعالى، استغل مياه الله سبحانه وتعالى، بس عايزها من الشر. طب انت ربنا سبحانه وتعالى مديلك ده في الخير، مديلك بلد زي مصر مثلا مليون كيلو متر مربع، وسيناء 61 وكسور، وفي على رأي يعني العظيم اللي بعتبره يعني سيد من اسيادي لو عايش هقبل ايديه، اللي هو محمد عبد الفتاح محسن، ده كان رئيس هيئه المساحه العسكريه. والغريب زي سادتي كلهم اللي علموني، هو اللي بدأ بالتواصل، وكان معني بالقضيه دي جدا. وصرح لي يوم ما استعدنا طابة، حك لم يفرطوا في شبر، يوم ما استعدنا طابة بنقسم لي اللي هي كيلو متر مربع واحد. بس هذا في اسرائيل لنطلل على كل حاجة، حتى على العقل، حتى على السعودية هنا تأمينك. قال لي اقسم بالله انا ومجموعة من الجهاز العسكري قسنا طابة بالشبر بعد ما خلصوها بالمتر. بيقسم بالشبر. يعني شوف الدقة، مش الدقة الوطنية وعشق هذا الوطن وحمايته. قبل حضرتك فأنا عايز أقول آدي أمثلة، آدي واحد ملعون نصاب عالمي وعرف إن هو يعمل له دولة صغيرة، وأنت شوف ربنا مديك قد إيه والدنيا متسابة يعني. إنما نقهر الشعوب، ناخد من الشعوب يا عم، ده كتف البلد عظيم. مصر عظيمة، ومصر معطاءة، ومصر فيها ما يعني لا أريد يعني أن أعنت قسمي إنها تكفي الكرة الأرضية، وده بنص القرآن العظيم. فرفقا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا، قال اللهم ارفق بمن رفق بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو طبعا بمن رفق بأمة محمد، بس أنا لازم أسيده أدبا، تمام؟ واشقش على من شق على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أغنى أمة وأسرى أمة، أعداء ممكن في متر مربع يصنعوا منه عجب العجب، وإحنا الخير بنعتمد إن إحنا نضغط على الناس. حرام، البلد مليانة خير وبلادنا مليانة خير. طب دكتور حضرتك قلت في الكتاب إن هو يكره مصر من حيث إنها مصر، ويكرهها من حيث إنها الإسلام، ويكرهها من حيث هي القرآن، ويحبها إذا اتبعته. طبعا، لأن هو أصلا هو ده الميثاق اللي بينه وبين إبليس. النجاح
لابليس، ما هو هو اقسم لرب العزه ان هو يعني هيحتنك البشر، هيضلهم جميعا، ها، الا مين؟ الا العباد المخلصين. فلازم ينفذ القسم، عشان ينفذ القسم قلت لحضرتك هيحتاج بشر، الشيطان هيعمل لوحده يعني، هيفضل يوسوس لك ليل نهار، طب ما عملش حاجه. فلازم الانجازات على الجغرافيا. لا هي مصر هو شايف مصر ايه مشكلته مع مصر تحديدا يعني، خايف منها ليه يعني؟ مش خايف بس، هو يعلم ان هذه البلد فيها اسرار الله سبحانه وتعالى. هو كون الله سبحانه وتعالى ينتقي من الكرة الارضية جمعاء، كرة الارضية جمعاء، هذه الجغرافيا المصرية، ويتكلم فيها، والكلام كان بلا حجاب، انما الرؤية اللي هي دكدكة الجبل ده بالحجاب المحمدي، قصة يعني احنا بنتكلم فيها يوم ما نيجي نتكلم على مقامات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل ده عبثا؟ ده حاجة. الشيء الثاني، هل الكرامة دي زالت؟ يعني كانت في زمن سيدنا موسى وانتهت؟ لا، ده احنا ننتهي والصوت كرامته لا تنتهي، وذرات النور وسبحاته لا تنتهي. في معادن حضرتك في أرض مصر بعد التجلي ولدت لا يعرف عنها البشر شيء، وهو يتمنى يعرفها ايه هي. ادي حاجة. الحاجة التانية ان مصر فعلا هي سيد العالم والمسمى الهي، المسمى رباني، وده السبب ان انا على فكرة دي كانت رؤية من الله ان انا اسمي مصر قرآن يتلى وترنيمة بالانجيل والتوراة. حضرتك يعني العنوان جالي كده من فضل الله سبحانه وتعالى. فلما بتكلم هو ايه مصر؟ ايه معنى كلمة مصر؟ دي برضو من انفراداتنا بس اثبتناها في هيئة الكتاب، فهنقولها. كل اللي اتكلموا عن مصر حضرتك حتى اثريا خدوها من كلمة ميجر، تمام؟ بالهيروغليفيك بتتكتب اللي هو الحصن، هي حصن، اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنانة الله، هي حصن من حصون الله. وايضا الكنانه هي اللي بتضع فيها رماحك، اسهمك، سلاحك، وفي نفس انت بتخبي فيها حاجاتك. يبقى اذا لما حتى سيدنا يوسف طلب ان اجعلني على خزائن الارض، خب حضرتك اني حفيظ عليم، طب ليه سماها الارض؟ ما كان يقدر يقول على خزائن مصر. انما اللمحه عايز يقول لك ان حتى العلم اليعقوبي اليوسفي يعلم ان مصر فيها كل الكنوز اللي انت تتمناها، اي كنز انت بتتمناه. ويوم المحنا عن جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهة، ما قالش نعمة، نعمة، حاول تتخيل المعنى. جنة، قلت لسيادتك العيون مش مية بس، في عيون مية، في عيون مية في مصر، في عيون يعني يا سائلة برضو بس مش مية، يعني ايه عراي حبيبي فطوطة يعني، والله عيونك زي الغزلان. فمصر عيونها اجمل من عيون الغزلان، فيها اشياء لكن لاصحابها، لان علشان ربنا سبحانه وتعالى يخرج لك هذا الخبئ لازم تكون على تقوى من الله وصدق، وتكون صادق مع هذا البلد وخبر حضرتك. والبلد يذكر على فكرة، وهذا البلد الامين قرآنيا، ما يتقالش هذه البلد. فلازم ترتفع لمستواها وتكون صادق معاها، فالارض تكلمك، ارض مصر بتتكلم. قبل حضرتك اللي يحضر الخطاب الالهي الجميل لازم يتكلم، لازم يبدع. فمصر ولاده، فهو عنده حب لمصر كمصر لكن كراهيه للشعب ده، يتمنى ان تلتينه يباد. قبل حضرتك ويتمنى ان يحكم العالم من هنا، يخلص بقى من موضوع برمودا اللي هو ان شاء الله هيتدمر عليه. لان زمان كده لما بدات اطلع بمجموعه الكتب احضاروا الخيوط الخفيه، امريكا التلموديه، ما قبل الدمار، فانت عارف يعني برضو في نفوس ناس كده بتبقى غبيه. فواحد بعت لي يقول لي طيب ايه يعني قيمه ان احنا نعرف مكانه يعني؟ قلت له خلاص سيدنا النبي غلطان لما قال له تغزون الدجال وتفتحونه، فبهت بقى الذي ضل طبعا، وما بنكفرش زي فيعني كن سيادتك انه يدرك ان الكرة الارضية لا تصلح ان تحكم الا من مصر. هو شاف ده، هو شاف الفرعون اللي هو احد طموحاته يصبح يعني ايه فرعون اخر، ولذلك
كل الحكام اللي بيتبعوه في النهاية هتلاقي فيهم الحتة دي اللي هو حتة التأله أو محاولة التأله. هو في النهاية لن تتأله طول ما أنت بتروح الحمام وطول ما أنت بتجوع وبتاكل وبعدين تظمأ وعايز تشرب حاجة، فأنت بشر عمر ما هتنفع إله. إله قصة، هو ما فيش غير إله واحد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله واحد، الله لا إله إلا هو، هو واحد سبحانه وتعالى. فبكل أسف يعني في نفس حبه لمصر عنده بعض الحقد عليها الكبير جدا، ولذلك تجد كل رموزه مستقاه من مصر. ما اذا ما هوش مبدع الابداع الرهيب ده، عنده عجز في الحته دي، بيضطر يلجا لشيء سبقه في الزمن بالاف السنين مش هقول قرون. فهو النهارده جعل الرمز بتاعه الهرم، وده اللي وقع بعض الشيوخ ان احنا عايزين بقى نهد الهرم زي ما عايزين نهدم مرقد سيدنا الحسين، زي ما عايزين نهد ابو الهول. هو كده يعني خد ناس سكت. لا ده في ناس عايزه تهد مرقد سيدنا النبي، وفي ناس عايزه تهد الدنيا حضرتك. هم بس اللي يقعدوا ينقلهم بافي دي يروحوا لها، يعني شيء مهزله يعني. فانا عايز اقول لسيادتك لا يمكن يتحرك في الكره الارضيه الا من خلال مصر. مصر هي الحلم الأكبر عنده، وهي المؤثر اللي صاغ جدانياته برغم ان هو مش ابن مصر. طيب في عالمين اللي هم بيل شول وبيت إيديت، دول قالوا ان كل شيء في الدنيا له نقيض. وقالوا ان الهرم كصرح متميز وجبار ومليان اسرار و الى اخره، لابد ان يكون له نقيض في الدنيا دي. فهل هو بنى النقيض؟ لا بص سيادتك، ما هو في حاجات انا جبتها اللي هو الشائع في العلوم او الافكار. ايه اللي خلى ان لازم بالضروره ان كل شيء يبقى له نقيض؟ يعني هو ابداع بشع يعني ليل مش نهار، دي رؤيه، دي رؤيه خير شر ماشي، دي رؤيه اللي بنسميها عقيده الثانويه اللي مؤمنين زي اله في الخير واله في الشر، يبقى مش بالضروره تبقى قاعده مضطرده. الحكي مش بالضروره انا بنيت الهرم يبقى لازم اعمل هرم يبقى نقيض. انما انت اللي عملت هرم نقيض، انت اللي دورت على التقليد حضرتك، لكن عمر ما هتعرف تعمل الهرم المصري لان ده قاعده فلكيه اصلا. وبعدين كان جامعه علوم، عشان الناس اللي بتقول لك في جنه تحت الارض تحت الهرم، دول بقى الهبل اللي هو يعني ايه الهبل او الماسون اللي هو التجار اللي بيشتغلوا مع الناس اللي انت عارفهم، نفسهم يخربوها، نفسهم يحفروا هنا ويحفروا هنا ويحفروا، وفي النهايه تبقى خرابه. طب هل هو فعلا عامل لنفسه مركب هروب هرميه؟ وعمل زر تفجير طبعا. ما هو اي واحد في الدنيا مجرم. هو ناوي يهرب يروح فين طيب؟ لا هو ناوي يهرب في حاله ضرب القلب. ما انا فاهم، هو لو سين حصل هجوم وضربناه الدنيا بقى يجي مكان بقى يعني، بس يعني مش عامل مكان سبير يعني؟ مع يعني في اماكن بس ما هو كله بقى مكشوف يعني. ما هو في هو بالنسبه كله مكشوف دي، احنا بنشكر طبعا جمهورنا الجميل ان هو في ناس عملت سيرش على جوجل ماب جوه خرائط على جوه على مثلث برمودا وبعتوا لنا صور، الحقيقه انا شايفها مميزه جدا، ان المثلث فيه رسم شيطاني ظاهر في الخريطه يعني. فهم بيقولوا لحضرتك ده هل هو اللي عامله مقصود ولا ده لعب بالاقمار الصناعيه؟ بيديهم ده، هو بيديهم ده من خلال الاقمار الصناعيه لسبب. كل محاولات التلصص على لا يعني ايه هو اللي بيديهم ده؟ هو اللي بيخلي الأمر الصناعي يديك الصوره دي. تمام ويعممها. اول حاجه ان مساله يعني رصد منطقه المثلث دي حصل فيها عجب العجب. الناس احتارت، ففي الاول في قسيس اسمه اوماند ده قال لك ان هنا، لان هو كان مع زوجته مره في رحله كده والمركب اتعطل وقرب المكان ده. مركب اتعطل فجاه، على ما جاله وبعته الاستغاثات والكلام ده، فبقى يسمع صوت زي صوت ناس بتغني. فهو وزوجته بيتكلموا ان ده احتمال يكونوا الزنوج اللي كانوا ايام ما بيتاخدوا عبيد من افريقيا، فكان البعض يا اما بيقتلوه بحك يخلصوا لان بيدفع تامين، شركات تامين بتدفع تعويضات، او البعض يعني بيحس ان هو هيروح بقى لحياه مش عارفها ايه فبيرمي بنفسه، وكان بيخلصوا من نساء الحوامل والمرضى حضرتك. فقال لك دي ارواح الزنوج الهائمه التائهه، فهي اللي بتسبب خطف الطائرات والسفن والحاجات دي. طبعا لم مش معقول.
وبعد طبعا ما عجز عن يبرر الاشياء دي وتوفي، في واحد تاني تبنى الموضوع فقالوا له طب ما تروح ترقي الموزة، قال لهم لا انا ما روحتش حضرتك. والتاني برضو خاف، يعني يمكن ده جه في حته قريبه وعمل رقيه، طبعا ما نفعتش. ايضا بدات بقى الفلسفه، يعني ويمكن قلت لسيادتك قبل كده في اعلامي كبير يعني، او خلوه كبير يعني، عادي انه سهل جدا نخلي اي حد كبير. فخد الكتب بتاعتي يعني ده يدا بيد، واداني كتاب لي، كتاب طبعا مليان اخطاء يعني، اللي هو الكتاب اللي بيتكلم فيه عن نهايه امريكا وانجلترا واسرائيل يعني. لا بس عشان الناس تفهم، بس مليان احنا بنتكلم اخطاء علميه يعني، مليان اخطاء علميه هو شرحه لنا كتير في التلفزيون الحقيقه يعني. يعني فطب ما انت معاك المعلومه. فالمهم طبعا هو الكلام حلو عن برمودا، يعني كلام تجاري حلو، وهي الناس بتعشق المسائل الغامضه دي. فعرض نفس الكلام اللي انا كاتبه الا اللي قاله محمد عيسى، الا اللي قاله محمد عيسى، والله ده في ناس بتقول فجوه زمنيه، ده التفاف زمني، لا ده هنا جبل مغناطيس، ده كله كلام حتى علميا كان مرفوض. شاء الله العبد لله اول واحد يعني اشهد الله واقسم بالله ما فيش مخلوق في الكره الارضيه سبقنا. لو دكتور بصراحه كده وبعد اذنك، يعني الرحلة اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة الثالثة من الموسم الأول ليها علاقة بمسلسل برمودا؟ لها علاقة طبعًا. طب بس كده ريح الناس بقى. مش إذا اعتقدت إن محمد عيسى داوود محمد إن هو اشتغل لوحده تبقى غلطان، بس شاء الله أنا اللي حلل وأوصل. تمام. طب سؤال تاني برضه. لكن في ناس خدمت معايا جامد جدًا. خبر حضرتك. الناس دي من مصر؟ ما فيش كلام يعني، ما بتعاملش مع دولة تانية. لا ما احنا بنوضع بس يعني الناس عشان يفهموا ويستوعبوا بس. عارف انا عايز اقول لستك حاجة، مع احترامي لكل دول العالم، انا بحب كل الكرة الارضية، بحب كل دول العالم. خد حضرتك وزن واضح يعني، يعني حتى لو يهودي مسالم بحبه، اكرهه ليه يعني؟ فاحنا الله اللي خلقه وظروفه كده، وكان ممكن اي واحد يتولد في نفس البيئة دي يعني، اللي هو عاملين نفسهم ان هم خدوا الخصوصية يعني، او ربنا نقاهم مسلمين يبقى دي خصوصية ليكم. دي ناس موهومة، ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب. فاسمح لي، كان لي الفخر ان اقدم للعالم، وده اللي انا كتبته على كتاب الخيوط الخفية، تحذير للبشرية جمعاء، ان مفكر مسلم اعتز باسلامي مصري عربي قدم للعالم ما لم يقدمه احد في حل الالغاز دي. حضرتك هي بقت اشكاليه حتى عند بعض المصريين اللي هم اصلا ولا حاجه يعني، ولا حاجه بس عايز يبقى حاجه. حضرتك شيء كان غريب، بس طبعا انا عرفت ان كلها تسليطات يعني، ما هو يعني التاني اتغاظ، اتغاظ لا ده اتغاظ حقيقه، وفي قاده كبار اسامي طنانه يعني في مصر كانت يعني ملاحظه الشيء ده. خبر حضرتك فشاء الله ان اقدم هذا للامه بانفراد دفعت فيه اقسم بالله حياتي، موت. شفت الموت؟ موت مش زي النصابين اللي طلعوا انت بتتكلموا ازاي عن الحاجات، لا ده احنا عارفين اكتر، عارفين اكتر من كتب علاء حلبي، من كتب محمد عيسى، ومن النصب والاحتيال. حصل لك ايه؟ حصل لكم ايه؟ حصل لك ايه؟ حصل لك ايه؟ كله كذب. خبر حضرتك كان انا الموت، الرصاص في رجلي. خبر حضرتك السم اللي خدته خبحك في اوروبا، تمام، وقلت لسيادتك اللي هو محمد سعيد عز الدين فتح لي المطار فورا، لان انا بقيت اقول له انا عايز ادفن في بلدي، انا كنت بموت خلاص. تمام. طب شاء الله يغيظهم بقى، لا هيصحى، ومش هيصحى بس، وهيبهدلكم، هيكشف اللي هو اسوأ، وكشفت. خبر حضرتك يعني جه ما قبل الدمار، حضرتك في كل الخطه بتاعته، الخطه العالميه، في كل الخطه العالميه، واي انسان يقراه هيلاقي الداء وهيلاقي الدواء، وهيلاقي حلول للمشاكل اللي هو عمل نفسه ان هو سيد العالم بالوهم والكذب والنصب والاحتيال، زي ما هو عامل بالاغيلمه والاغيلمات اللي عمال يرصهم على البتاع اللي هو شبكته اساسا يعني. طب سؤال، الرحله دي والناس اللي كانوا مع حضرتك ليهم علاقه بالشعر؟ لهم علاقه بمين؟ بالشعار ده؟ مفيش كلام. لا نريح الناس بس عشان خاطر الناس تهدى بقى، عشان ايه؟ عشان انا اللي يظن، اللي يظن ان مصر نايمه، والله العظيم هو اللي نايم، ولو يدور على الكيد اللي ليها هيلاقي ما فيش بلد في الكره الارضيه محطوط له خطط السوء والشر والاماني المكظومه بالحقد الاسود قد مصر، قد مصر. واقرا التوراه، اقرا التوراه، بس امسكها من الدفه للدفه
هتعرف ان في غل، لان في اسفار هو اللي من وراها، في نبوءات جزء منها حقيقي. لا يروح مدخل بقى السواد والحقد. عشان كده بقول لسيادتك اللي يجي يتكلم عن التوراة عفوا لازم يكون دارس العبرية، عفوا لازم يكون دارس حاجة اسمها مدارس نقد الكتاب المقدس، يشوف اليهود نفسهم بيقولوا ايه قبل المسيحيين، مش ييجوا يتفلسفوا على الناس ويخوفوهم ويرعبوهم. لا لا لا، في اماني سوداء مش هتحصل، وفي جزء هيحصل بالاهمال بتاعنا، لو احنا اهملنا نبقى نستحق. وبرضه خلي بالك حكم من حاجة، لما الاقي في محكمة الضمير في مصر القديمة ان المصري ضمن ان انا لم اؤذي جاري، ما اعتدتش على حد ارض، واخد بال حضرتك، لم الوث مياه النيل، تعالى النهارده شوف ده انا عندي ارض منهوبه من شويه افاقين، واد اسمه سالم عامر شويه العصباجي بعصابه مسلحه واصلا بتاع مخدرات، واخد بال حضرتك، ما اعرفش بتوع اسماعيليه نايمين ليه، واخد بال حضرتك، واتضرب عليا نار في المكان ده اكثر من مره، دول مين؟ تعالى شوف اللي بيخترق الحدود بتاعت ارضك وارض فلان، تعالى شوف الجار اللي بيأذي في جاره، تعالى شوف الرمم والزباله والقمامه وبعض المصانع اللي على النيل وترمي. طب ما ربنا لازم يعاقب، ربنا لازم يعاقب. فهي جزء من الشر احنا اللي بنصنعه، ربنا ما بيعملش شر حاشا ليه. عشان برضو اي حد بيتكلم في حته انا بتكلم والشر ليس اليك، ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ما يمسسك بسببك انت. لما تيجي تفسر زي ما شيخنا الشيخ محمد الغزالي قال، لازم تحط منظومه الايات اللي بتتكلم في الضر ده، هتلاقي ان بسببك انت، انت اللي بتختاره، فربنا بينفذ مشيئته. وكمان ايه بالماس اللي هو يعني ارصت ودن، يعني انما يعني لو يؤاخذ الله، لو يؤاخذ ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابه، ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة، ما فيش يعني ممكن نملة بتظلم نملة يروح محطمهم حضرتك. فهو عنده الحقد والغل على مصر، لان هي مصر جوهرة الكون. والحقيقة مش بقولها عشان انا مصري، انا اصلا اجدادي من جزيرة العرب واعتز بهذا، بس الجد الخامس جه استوطن مصر واتولدت في مصر بقيت مصري وبعتز بجزيرة العرب، وعندي حنين ليها غريب. يعني مجرد ازور السعوديه دي او اتواصل مع حد فيهم بحس ان روحي معاهم. نفس الامر مع لبنان، خبر حضرتك، يعني مساله روحيه، وفي نفس الان ذرات التراب دي عالم تفرقت ازاي ثم تتجمع في واحد، هي كيانك ده مبني من هنا ومن هنا، وانت عارف قبضه الطين بتاعتك انت منين او اتجمعت منين، دي اسرار الله. فهو الملعون يعلم ان مصر هي ذره الكون هي مجلى التجلي. حتى بيقول لأحد الصالحين رئيس السيد قطب أمان الرجل الوالي العالم، فبيقول لواحد سيد عظيم، واحد بيسأله بيقول له الله يحب مصر؟ قال وكيف لا، وكيف لا، وقد تكلم فيها المتكلم وتجلى فيها الجليل. العبارة عبارة من الناس الراقية الجميلة، هو يعرف ده، هو يعلم هذا. ويعلم ان المسألة دي وراها سر اصطفائي. خبر حضرتك، قال ايه لسيدنا موسى؟ اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. هو التقديس حصل مقدس، يمكن حضرتك اجابت قديم، قديم مسألة قديمة. عندنا لوحة نعرمر، تعرف حضرتك لوحة نعرمر دي ان اللي واقف بالحذاء، واحد واقف شايل الحذاء الملك، خبر حضرتك، اللي هو استاذنا دكتور احمد عيسى وبيشرحها لنا زمان، قال لك بيسميه الشماشرجي شايل حذاء الملك، وكما قال لك هو واضح احتمال تكون دي احد الرحلات لهذا الوادي المقدس. خلعنا عليه لوحه فرعونيه، خبر حضرتك، معناه ان مصر القديم عنده المدرك ده. عنده المدرك ده طبعا، ما اشكش في ده، عشان الناس بيتكلموا على مصر القديمة فاكرينها ان هي وثنية، ده كلام العابثين. ومن زمان، من 40 سنة كتبنا مصر يا جماعة موحدة، وسيدنا إدريس ما أسبق من سيدنا نوح بأكثر من 1000 عام، وفي رواية 1000 عام، هو بان التوحيد من قبل. وقلت سيادتك ان حضر والده سيدنا آدم، والدنا كلنا حضر جزء من الحياة، جده بقى هو جده يعني، هو في نفس الوقت والده، ما هو الجد أب. لا انا اصلا ممكن اسالك ده كده، انت نسبته لادم مباشره؟ جده. ما هو الجد بنسميه فقها حتى في المواريث، الاب الاعلى. سيادتك دارس فقه ودارس شريعه،
فاللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مصر هي ضرة هذا الكون، والجميع يعلم بما فيهم هو انها هتعود سيد الكون طوعا او كرها، حتى باللي بيعمله ده، حتى بالتخريب اللي بيعمله، حتى بالاسر اللي هو اسره سواء للشعب او سواء للارض، كل العبثيات دي اشهد الله هتزول وليس بعيدا، وليس بعيدا. بس الشعب يحرص بقى على وطنه، ويعني يحس بعزة نفسه، انتوا شعب مكرم وشعب كريم، اوعوا حد يهنكم ولا تسمحوا لحد يهنكم، شعب مكرم وشعب كريم. كون ربنا سبحانه وتعالى انتقم من فرعون، ده عزة ليكم، لانه اتكلم عن فرعون بالافراد، وحتى القوم اللي اغرقوا معاه جنود اللي هم مؤمنين بيه، الاعلام بتاعه والجند بتاعه واللي هو قاله، اللي هو قال له. اما الشعب لا، عاش في خير واسترد البلد وبدات تقوم من جديد، فان شاء الله الخير جاي لك. طب هو سيدنا موسى دعا على مصر؟ لا، دعا على فرعون. هو يقصد القوم بتوعه اللي هو اطمس على قلوبهم، اشدد على قلوبهم واطمس على اموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. هو الشعب المصري كان كافر حتى في عهد الفرعون. لا احنا بنرد بس عشان في بعض بيقول كده، بين الخوف، ان الناس تخاف من حد فارض عليها الخوف، وفي فرق بين اللي في قلوبهم ايه. طب ما هو الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وسيدنا النبي اداها لعمار بن ياسر رخصه عشان للامه، ان عادوا يا عمار في عد، يعني عايز تشتمني اشتمني حضرتك، شوف وصلت لايه. ففي فارق بين حد بيبث الخوف وان انا اخاف، وفي فارق ان انا اامن بيه. على راي الدكتور احمد عيسى يقول لك، ما لما جت موضوع سرقه مقابر الملوك، لما يلاقوا ملك ايديه مقطوعه قال لك يبقى ده كان مؤمن، ده اله. حضرتك يعني ابسط حاجه، ده كان مؤمن، ده اله، ده واخد الاساور بتاعته والذهب اللي هو سرقه منه اللي هو مال الشعب. خبره حضرتك. فاذا لازم نعيد المنظومات دي للشعب يعود ليه الثقه في نفسه. وكل الامه، انا بنادي كل الامه العربيه، امه مكرمه وامه اسلاميه وعندها افضل الكتب المهيمنه على كل الكتب، واقبلوا اخواتكم من الاديان الاخرى ما داموا مسلمين ومحبين. ايه اللي فيها؟ هو عايش على العداء، عايش على بث الفرقة وبث الإذلال لشعوب دون شعوب. تمام. كده احنا ان شاء الله في الحلقة الجاية هنبتدي نناقش بقى علوم الدجال، التكنولوجيا الحديثة وبيستخدمها في ايه، وناوي على ايه في المستقبل، وايه اللي هو ناوي يظهره من علوم مخبيها لغاية دلوقتي. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.